السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الآن إن شاء الله هذه نخرج التمرين الأول الخاص بمبدأ القصور. إذا هذه تلقاو السلسلة أسفل الفيديو، تابعونا باش تستفدوا وتفهموا، خاصة مركز كتلة مجموعة مادية كيفاش كيتلقاو، خاصة أن درس المرجع هو أصلا درس ديال الرياضيات ديال سيزيام. تقدروا تشوفوا الدرس المرجع للاستاذ عبد الرحمن في الفيديو ديال المرجع، ولكن كتلقى الفيزيك دايرين فيه تمرين الرياضيات، الدرس ديالو كاين في سيزيام، الشيء اللي كيبان غريب شويه. على اي في الفيزيك ما في سيزيام ما كاينش شي حاجه كثيره بزاف اكثر من ديك العلاقه المرجعيه اللي كطبقوها فقط. اذا جسمان نقطيان ا و بي كتلتهما على التوالي ام و 3 ام، اذا هذه الكتله ديالتها ام وهذه 3 ام، بمعنى الا كانت هذه كيلو هتكون هذه 3 كيلو 5 كيلو 15 كيلو هكذا. اذا تفصل بينهما مسافه ا ب 200 متر، من هنا حتى لهنا شحال 200 متر. اذا المعطيات كنكتبوهم غادي تلاحظوا في سيركيام ان المعطيات كثيره، انت كترتبهم في التمرين وكتحطهم بالتي هي احسن، يعني كتجمع كلشي المعلومات وكتحطهم على شكل دينوت ومره مره كتوصل المعلومه اللي بغيتي كتاخذها. اذا حدد الافصولين اكس ا و اكس بي بالنسبه للمعلم او اي حيث او منتصف حرف، الامر بسيط. انا عندي المعلم هو هذا، لاحظوا او اي ها هو، يعني بحال شي معلم متعامد ومنظم، ولكن انا بغيت غير او اي، ما عندي غير هذا بوجينا خديت غير او اي. او هي منتصف ا بي، بمعنى اصلا انا عارف من هنا حتى لهنا 200 متر. اذا شنو غادي يكون هنا من او حتى بشحال غادي تكون 100؟ واش مفهوم؟ اذا هنا شنو غادي تكون؟ غتكون زائد 100، بويسك ا كاينه في اللور ديال او يعني في المجال السالب غادي تكون ناقص 100. واش مفهوم؟ وبالتالي الافصول ديال ا اكس ا كتساوي ليا 100 و اكس بي كتساوي موان 100 متر. اذا في هذه الحاله هذا هو الافصول. اذا هذا هو كما تلاحظون هنا لقيت الجواب ديال السؤال الاول. الجواب ديال السؤال الثاني، بتطبيق العلاقه المرجعيه اوجد اكس جي افصول مركز قصور المجموعه ا بي، بمعنى انه انت عندك واحد المجموعه، يعني عندك واحد الكتله هنايا وعندك واحد الجسم بي عنده ثلاثه المرات الكتله ديال هذا، حنا بغينا المركز الثقل ديال هذا لونسومبل ا بي. اذا باش نلقى كنطبق العلاقه المرجعيه، اذا اش كتقول لي العلاقه المرجعيه؟ اذا غنكتب هاد المعطيات هنا باش يشيط ليا بلاصه، تبعوا معايا مزيان. اذا اكس ا كتساوي 100 و اكس بي كتساوي -100. اذا هنايا كنطبق العلاقه المرجعيه، اش كتقول لي العلاقه المرجعيه؟ او جي اللي هو مركز الكتله المجموعه الماديه كيساوي ام واحد، حنا عندي جوج اسهم، اذا غادي نخدم العلاقه المرجعيه ديال جوج، ام واحد فوا او جي ان زائد ام دو فوا او جي دو على ام ان زائد ام دو. اذا نمشيو دابا نعرفو شكون هو ام ان شكون هو ام دو الى اخره. اذا في هذه الحاله انا او جي هي او جي خلاص، ام ان هي هاد ام غنسميها بوتيت ام على حسب اللي مسميه في التمرين، او جي ان هي او ا غادي نسميها او ا، زائد ام 2 كتساوي 3 ام كندير 3 ام ثم كندير او بي على ام زائد 3 ام. اذا الى لاحظنا مزيان هنايا فان ام زائد 3 ام هي 4 ام، كتمشي لهاد الشيه كتولي عندي 4 ام او جي زائد ام عفوا تساوي ام او ا زائد 3 ام او بي. اكيد ان معظم ديال التلاميذ كيتشكاو من بعض الاساتذه كيعتبروا ان هاد المرح هاد البلاصه كيدوزها بالزربه، راه هو ما كيدوزهاش بالزربه، غير الاستاذ كيعتبرك انت فاهم العلاقات ديال الرياضيات، بمعنى انه هو ماشي هتيجي ماشي في سان كيما تيجي ويشرح لك اجي راه جداء الطرفين جداء الوسطين ها كيفاش تختزل. هذا هو المشكل، يعني خصك تبقى تخدم في الدار باش تغطي هذاك النقص تاع الرياضيات الى عندك. اذا في هذه الحاله وصلت لهنا باختصار كنختزل على ام، عندي ام ام اللي ما فهمش كيفاش اختزلت على ام، ها هي باش تبان لكم
هذه ندير هنايا 4 ام، هنعمل هنا لاحظوا هنعمل هنا على ام، هتبقى ليا او ا زائد 3 او بي. وشوفوا عندي ام هنا و ام هنا كتمشي بحال الا ديت ام لهاد الجهه و ام مقسوم على ام هي واحد، كتبقى ليا 4 كوس جي تساوي او ا زائد 3 او بي. لاحظوا الان اذا خدمت بالاسقاط، يعني خدمت بالاسقاط او جي هي اكس جي هي اللي كنقلبوا عليها اللي نسميها اكس جي، بحال الا درت الاسقاط او ا هو اكس ا خلاص او او بي هي اكس بي، وبالتالي اكس جي اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا اكس ا زائد 3 اكس بي على 4. تطبيق عددي اكس ا راه حسبناه هي 100، اكس بي هي هنا في هذه الحاله اكس ا هي 100. اذا بلاتي باش نتاكدوا هنايا 3 اكس بي، اذا هنا باردون اذا هنا اكس بي هي لي 100 و اكس ا ناقص 100، اذا هذا مجرد معطى راه كنت كتبته صحيح. اكس ا هي اللي كاينه في اللور ناقص 100، اكس بي هي زائد 100. اذا في هذه الحاله اكس ا هي 100 هي موان 100 زائد 3 اكس بي زائد 300 على 4. اذا ناقص 100 زائد 300 هي شحال؟ اذا في هذه الحاله هي 200 على 4 هي 50، اذا 50 متر. وبالتالي نستنتج ان هذا هو الاصل صفر، اذا هنا 100، اذا غيكون هنا نص، غادي تكون هنايا عندي اكس جي او بالاحرى النقطه جي اللي هي مركز ثقل المجموعة كل شيء. إذا نتمنى أنكم فهمتوا السؤال الأول. إذا الآن السؤال الثاني، بتطبيق العلاقة المرجعية أوزيد إكس جي أفصل مركز قصور مجموعة أب بي، نزيح إذا راه جاوبنا عليه. السؤال الثالث، نزيح الجسم بي بمسافة 50 سنتيمتر في منحى إي بكم وفي أي منحى ينزح جي؟ إذا بكل بساطة قال لك نعتبر أن بي ما بقاتش بلاصتها، مثلا زادت شوية ولات هنا، إذا ولات في هاد البلاصة، إذا غتولي بي هنا، تزادت واحد الشوية، إذا مثلا في هاد الحالة بي غادي تولي 150، لأن تزادت بخمسين، 150، وهنايا عندي 3 إم كما العادة، إذا بكم ستنزح إكس جي؟ كنمشي نحسب بنفس القاعدة، أصلا أنا عندي إكس جي واجدة، اللي هي تساوي ماذا؟ تساوي إكس أ زائد 3 اكس بي على 4. اذا اكس ا شحال هي؟ اكس ا هي ناقص 100، اكس بي عندي في هذه الحاله 150، اذا زائد 3 في 150 الاولويه للضرب، يعني ما بحتاج ندير القوسين دابا راه وليتو فاهمين هذا الشيء، اذا على 4 كنحسب 150 في 3 ناقص 100 مقسوم على 4 هي 87.5 متر، بمعنى انه كان الا كانت من هنا حتى لهنا 150 تقريبا اكس جي تكون من هنا حتى لهنا 87.5، غادي تكون هنا جي. المهم انني عرفت ان جي حتى هي كتكحاز لقدام، كانت 50 حتى هي كتزيد شويه كتكحاز. اذا نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان هذا التمرين. دكتور اوفياء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.